إذا عجبكم منظر المندي لا تنسوا اللايك. هعمل لكم مندي على السحور بأسرع طريقة. كتف خروف مقطع تفصيل حضرمي، نحط عليها فلفل أبيض وصفار الزعفران وملح ونقلبها كويس. هجيب القدر، حط زيت، هنضيف البصل الآن. خلاص هضيف عليها الطماطم. ورق الغار، قرفة، عندنا هيل وقرنفل وفلفل. هضيف عليها الفلفل الأسود، هضيف عليها ملح. خلاص نقلب المكونات كلها. هضيف الرز، خلاص هذه ثالث كاسة. هضيف 3 أكواب موية فاترة، يعني ما هي حارة ولا شيء. نزل الأشياء كلها مضبوط. هقصر القدر. بعد ما غطينا الرز هنبدأ نخرمه. خلاص بدأنا نرص اللحمة. الضلوع، يا سلام. خلاص وعندي هنا ورق الزبدة هغطيه به. خلاص كده يا جماعة قصرناها مظبوط. هدخلها الفرن على حرارة 250 من فوق وتحت لمدة ساعتين، وإن شاء الله الشيء يطلع شيء جامد وأوريكم. هو جاءت لحظة الحماس. خلاص خلصت الطبخة عندنا، نشوف مع بعض النتيجة. شوف النتيجة يا جماعة، بسم الله. ترى يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، أحلى مندي. خلاص هنبدأ نشيل اللحم. يعني أنا أقول لكم ما حيطلع مهري. شوف شوف الرز، شايفين كيف؟ حبب حبتها، شايفين؟ اللي يقول لي مهري منهرة نثري. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، شوفوا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يعني الكتف هنا، الضلوع، شوفوا يا جماعة. والله كأني حق المطاعم. شوفوا الضلوع، شوفوا الضلوع، شايفين المنظر؟ هيك ما شاء الله. شوفوا الرز نثري على قولهم، شايفين؟ شايفين الرز كيف نثري؟ وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لي سبسكرايب وتعملوا لي فولو في حسابي في انستغرام، وبرضو تشغلوا جرس التنبيهات. يعطيكم العافية، أنا كنت معكم علي باشا، سلام.